السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم في قناة ماما وزياد التعليمية. النهاردة جايبة لكم كتاب سندباد في اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي، الفصل الدراسي الأول، المنهج الجديد 2025. طبعا زي ما وعدتكم وزي كل مرة بقول نفس الكلام، عشان لو في حد بيشوفني أو بيسمعني دلوقتي لأول مرة، ادخل على القناة قناة ماما وزياد التعليمية، هتلاقي كل الكتب الخارجية موجودة على القناة بجميع أنواعها، سواء كان عربي، رياضة، علوم، دراسات انجليزي، ماس، ساينس، سيكولوجيا، المعلومات، اي سي تي، كل الكتب الخارجية اللي ممكن تتخيلها موجودة على القناة بجميع انواعها. ادخل واتفرج على الكتب عشان نقدر نقرر ايه هو احسن كتاب خارجي ممكن نشتريه. القناة ماما وزياد التعليمية، كل اللي عليك تعمله ان انت تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناة، مش بس اشتراك، تعمل تخصيص للجرس، علشان في ناس بتقولي مش بيجيلي اشعار بالكتب علشان انتوا مش بتعملوا تخصيص للجرس، فمجرد ما تعمل علامة تخصيص للجرس هيجيلك كل الكتب الخارجية، كل المراجعات، كل الملخصات، كل الامتحانات، اي كتاب او اي اشعار انا هنزله هيجيلك جاي بيه اشعار. ادخل واتفرج على الكتاب للاخر، كتاب جميل جدا ومع ملحق خاص بالامتحانات، جميل جدا، ادخلوا اتفرجوا عليه ويا رب يعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قناة ماما وزياد التعليمية.